السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل إن شاء الله اليوم بموضوع من مواضيع الباثولوجي والمادة الجديدة هذا الباثولوجي، موضوع الأنجينا بيكتوريس. نشوف إنه موضوع الأنجينا بيكتوريس أو التعريف أو المصطلح العربي هو الذبحة الصدرية. تعريفه as a pathology هو عبارة عن ألم. الألم هذا بيكون في داخل الصدر. إذن هو عبارة عن chest pain. السبب الرئيسي له هو أنه نقص وصول الدم إلى عضلة القلب، وهذا النقصان ما يكونش دائم وإنما transient مؤقت. فلو جينا للتعريف as pathology هو بنقول أنه it is an intermittent chest pain caused by myocyte ischemia, but this myocyte ischemia is transient and reversible. فهو intermittent chest pain caused by transient and reversible myocyte ischemia، بمعنى أنه أعيق كمية الدم اللي توصل للقلب، حدث لها نقص فنتج عنها هذا البين. على حسب النوع المعيق إلى أنواع الأنجينا بيكتوريس. قسمت الأنجينا بيكتوريس على حسب نوع المعيق اللي بيمنع وصول الدم أو بيقلل وصول الدم إلى القلب. فلو جينا إلى النورمال هارت وأخذنا مقطع من الكوروناري أرتري وكبرناه، بنشوف إنه هذا هو النورمال كوروناري أرتري وهذا النورمال ليومن، والنورمال ليومن بيكون واسع. فايش انواع المعيقات اللي بتقلل وصول الدم الى القلب؟ في نوع وهو الموست كومن انه يحدث في طبقات البلدز اللايرز اوف بلد سبلاي اوف كوروناري ارتري، يحدث اثيروسكليروتيك بليك، او انه حدث تراكم من الكوليسترول والترايجلسرايد. هذا النوع سموه الستيبل انجينا. اذا كان السبب في الاعاقه هو تكون الاثيروسكليروتيك بليك فيسموها ستيبل انجينا. من هذا النوع الستيبل انجينا اذا حدث رابتشر او ديسربشن للاندوثيليال الاندوثيليال لاير اوف بلدز او اللاير اوف بلد سبلاي اوف كورونري ارتري، لو حدث الاندوثيليوم اوف انتما دامج وحدث اكسبوجر للاثيروسكليروتيك بليك الى اليومن اوف كورونري ارتري، بيبدا يتكون ثرومبوس وبليتليت اجريجيشن وتكون الجلطه. هذا النوع يتحول من ستيبل الى ان ستيبل. اذا ان ستيبل انجينا، اذا لما يكون عندي سبب الإعاقة إنه تكون أثيروسكليروتيك بليك، حدث هذا البليك، هذا الصفيحة من الدهون والترايجلسرايد والكوليسترول، إعاقة وصول الدم أسميها ستيبل أنجينا، لأنه كانت مغطاة وكانت ثابتة بطبقات البلد سبلاي أو اللاير أوف بلد سبلاي كانت ثابتة، فسموها ستيبل. بمجرد إنه حدث رابتشر وخرج إكسبوزد والكولاجين ظهر وحدث أجريجيشن وبليتليت أجريجيشن وتكونت الثرومبس، يتحول هذا النوع إلى نوع ثاني يسموه unstable angina. في نوع ثالث ما لهش علاقة بأي بالأثيروسكليروتيك بليك نهائيا، ويكون سببه الرئيسي إنه حدث فازوسبازم للكوروناري أرتري. هذا النوع يسموه إنه السبب الحقيقي بيكون فازوسبازم، فسموه هذا هو يسموه النوع هذا يسموه الفاريان، فاللي هو فازوسبازم بيكون اللي هو سببه الفازوسباز بيكون نوع فاريانت، وسموه فاريانت تقريبا لانه مختلف عن النوعين الاولين. فالنوعين الاولين بيكون سببهم اثيروسكليروسيس سواء كان ستيبل وداخل اللاير او حدث اكسبوجر، ولكن السبب هو ثابت انه هو اثيروسكليروتيك بلي. لكن لانه اختلف النوع واختلف السبب بمجرد انه حدث فازوسباز سموه فاريانت. هذولا بالنسبة للثلاث الأنواع of angina. نجي نشوف إيش الفرق بين النوع الأول والثاني والثالث. إذا عرفنا إنه في معي normal، لو تكون atherosclerotic plaque وكان هو العائق أسميه stable. بمجرد إنه حدث disruption للبليت أو حدث disruption للإندوثيليوم exposed للatherosclerotic plaque تكون إلى تحول إلى unstable. الشيء الثالث سموه اللي حدث بسبب vasospasm أسميه variant angina. بنقارن بين الثلاثة على أساس many point عدة نقاط. إنه في من ناحية النوت بنعطي ملاحظة على كل واحد، البلد فيزل حالته في كل نوع،
البين الناتج احنا قلنا هو intermittent chest pain. ايش الناتج هذا البين؟ ايش كيف ظهر؟ ايش symptoms of this pain؟ كيف شكل كل واحد بالاي سي جي؟ وايش التريتمنت؟ في النوع الاول اللي هو الستيبل له مسمى اخر يسموها typical، بما انه هو الميجر او الموست كامن فهو يسموها typical. هذا هو الشكل الاساسي، هذا هو النوع الاكثر وجود او الاكثر ظهور لمرضى الانجينا، فسموه هو typical. النوت اوف الستيبل او التيبيكال انه هو الموست كامن، هذه هي الملاحظه على النوع الاول. البلد فيزل في هذه الحاله بيكون البلد فيزل قلنا متكون من اثيروسكلروز، فهو يسموه اثيروسكلروتيك كورونري ارتري. اذا ايش الحاله اللي بيكون الستيت اللي بيكون فيها البلد فيزل او الكورونري ارتري بشكل اخص؟ انه بيكون هاز اثيروسكلروز فيسموه اثيروسكلروتيك كورونري ارتري. البين الناتج من هذا الستيبل انجينا بيكون يقولوا انه هو بريدكتبل، انه الشخص ممكن يتوقع وجود الالم وتخمين انه بيقع عنده الم. الشيء الثاني انه هذا الالم بيكون الم عاصر او يسموه كروشينج اند سكويزينج، ومن هنا تقريبا لانه هو الماست كامن يسموها الذبحه. الالم هذا مشابه الى حد كبير كانه حصل ذبحه داخل الصدر، يسموه كروشينج انه الم ساحق، الم موجع. الشيء الثاني انه بيكون قلنا كلهم سبسترنال. ايضا هذا الالم ما يظهرش والشخص بيكون اترس، لا، اذا الشخص بدا يبذل جهد وعمل ستريس وعمل او حدث له ايموشنال ستريس او انه زاد الكاردياك ديماند انه يحتاج البلد دم اكثر، سواء لجهد لستريس لايا كان السبب، فبيبدا يظهر الستيبل انجينا والبين. هذا في حاله الريست ات از نوت نوتس، ما فيش اي الم اثناء ما يكون الشخص في حاله راحه. في حاله الراحه يختفي الالم، لكن هذا الالم بيكون مرتبط بان الشخص بيبذل مجهود اكبر، بيكون احتياج القلب للدم اكثر، فبيبدا يظهر الالم. فتره او الالم مدته بتكون اقل من 20 دقيقه، يعني اذا طول من 20 دقيقه تستبعد انه يكون الستيبل انجينا. الشيء الثاني من ناحية الاي سي جي، في الاي سي جي في الستيبل بيكون الاس تي سيجمنت، ايش معنى البي بوينت؟ بمعي البي وال كيو ار ويف. فالمسافة اللي بتكون بين الاس والتي يحدث لها في الستيبل يحدث لها ديبريشن. هذا النورمال لاين يحدث له ديبريشن. اذا مجرد انك تشوف في الاي سي جي انه هذا الاس تي سيجمنت حدث له ديبريشن، يكون تخمين انه او دايجنوزس انه الشخص عنده ستيبل انجينا. اذا في حالة الاي سي جي بيكون الاس تي سيجمنت يكون ديبريست. العلاج لهذا النوع من الانجينا بما انه اثيروسكلروتيك وبيكون ستيبل محفوظ داخل اللايرز اوف بلود سبلاي، بيقولوا انه فقط يكون الشخص في حاله راحه. احنا قلنا انه هذا الالم بيكون اسوشيتد وذ اكزيرشن، اكزيرشن بمعنى المجهود والتعب، وايضا زياده احتياج لعضله القلب. فمجرد ان الشخص يرتاح خلاص الالم هذا از ريموفد اليمينيتد. ايضا فمن طرق العلاج اننا يكون الشخص في حاله ريست، ايضا ممكن نعطي له شيء يعمل فازو دايليشن للبلد سبلاي زي النيتروجليسرين، ممكن تعطى ايضا حتى سبلينجوال. هذا بالنسبه للستيبل. نجي للانستيبل اللي هو ديسربتد اثيروسكلروتيك كوروناري ارتري. الانستيبل له مسمى ثاني يسموه الكريسندو. هذا النوع الانستيبل يسموه الكريسندو انجينا. سبب التسميه بالكريسندو لانه حدث، لان الالم اللي بيصاحبه بيكون متصاعد، فيكون على شكل تدريجي، يبدا خفيف ويتصاعد، الم يزداد تدريجيا، فسموه كريسندو. النوت اوف ذس تايب انه ات از انديكيتد او انديكيتيف امينينت للمايوكارديال انفاركشن، ان هذا النوع ممكن يتحول الى مايوكارديال انفاركشن، انه كومبليت اوبستراكشن للكورونري ارتري. اذا النوت اوف ذس انستابل هو ات از انديكيتيف للامينينت اوف مايوكارديال انفاركشن، لانه
مش قلنا بيتكون بليتلت اجريجيشن؟ البليتلت يتكون كون ممكن يحدث كومبليت اوبستركشن في هذا النوع، ممكن يحدث كومبليت اوبستركشن ويتحول هذا النوع من انجينا من الم الى موت لعضله القلب. من ناحيه البلاد فيزل، في حاله البلاد فيزل احنا قلنا هو المفروض هو اثيروسكلروتيك، ولكن حدث disrupting للاثيروسكلروتيك كوروناري ارتري، اذا هذا النوع بيكون فيه disrupting اثيروسكلروتيك كوروناري ارتري. البين الناتج من هذا بيكون قلنا من التسميه انه كريسندو هو تدريجي الالم، فهو عباره عن increasingly frequent pain، الالم بيكون متكرر ومتصاعد، الالم الاول بيكون خفيف الثاني بيكون اعلى وهكذا تدريجي يتصاعد الالم. الشيء الثالث من ناحيه المقارنه انه هذا الالم بيظهر حتى والشخص في حاله ريست، مش شرط ان الشخص يعمل اكزرشن، لا ممكن يظهر الالم والشخص في حاله ريست. ايضا الالم بيكون سب ستيرنال. من ناحيه وجوده في الاي سي جي ما في لهش اي كومنت. التريتمنت بيقولوا ان التريتمنت هذا هو يعتبر ريزيستنت وبرولونجد، يحتاج لفتره طويله من الالم، ايضا يحتاج له تدخل هوسبيتال علشان امنع انه هذا النوع يتحول الى المايوكارديال انفاركشن. فهم بيعملوا يعني بروجريسيف او اجريسيف تريتمنت تو بريفنت البروجريشن انه يتحول الى ام اي. اذا التدخل بيكون كبير والعلاج يحتاج له فتره اطول ولابد من ان الشخص يكون في الهوسبيتال، فعلاجه مش مذكور بسبيسيفيك تريتمنت. فنخلي النقطتين هذول انهم مجهولين او نو كومنت عليهم. هذا بالنسبه للنوع الانستيبل. ايضا يسموه بالاضافه الى الكريسندو، مش قلنا انه بيعمل انه ممكن تحول الى مايوكارديال انفاركشن، فيسموه بري انفاركتيف انجينا، لانه هذا النوع ممكن يتحول الى مايوكارديال انفاركشن فيسموه بري انفاركشن. نجي للنوع الثالث اللي هو الفاريانت. هذا النوع قلنا انه النوت عليه انه هو سموه فاريانت، هو الاسم المصطلح عليه انه فاريانت. ممكن يتحول الاسم من فاريانت الى بريزمنتال او بريزمنتال تايب. فالبريزمنتال هذا فقط يطلق عليه بريزمنتال لو كان اسوشيتد وذ الاس. لما نجي في نقطه الاي سي جي بنلاحظ ان الاس تي سيجمنت فيه بيكون اليفيتد، الاس تي سيجمنت بيكون في النوع الثالث اللي هو الفاريانت الاس تي سيجمنت بيرتفع. فمن الاسم بيقولوا انه نطلق عليه فاريانت اذا كان نوت اسوشيتد وذ اس تي سيجمنت. لو شافوا انه مرتبط بالاس تي سيجمنت اسميه النوع اللي اطلق عليها الاسم الثاني اللي هو برينزيميتال. هذا بالنسبه للنوت انه له مسميتين، انه ممكن اسميه فاريانت اذا مش شرط اشوف الاس تي سيجمنت. لو شفت انه ظهر اليفيشن للاس تي سيجمنت اطلق عليه يطلقوا عليه برينزيميتال. نقطة البين او البلد فيزل في هذا الحالة بيكون البلد فيزل قلنا لانه فاريانت عن النوعين الاخرين، فبيكون البلد الكورونري ارتري في حالة فازو سباز. الشيء الرابع اللي هو من ناحية الالم، بيكون الالم في هذا النوع بيكون انترميتنت متقطع، لانه البلد فيزل بيجلس في حالة مش مستقرة ولكنه ممكن يحدث فازو كونستركشن فجأة، فالالم متقطع وبيحدث اترست لانه هذا اتز اوتونوميك، الشخص مش ثابت نفس هذا، هذا تدخل نيرفس. فالالم هذا ممكن والشخص ثابت في حاله ريست يحدث له فازو كونستركشن ويحدث الم. الشيء الثالث انه بيكون ايضا سبسترنال. لو جينا للاي سي جي بنشوف انه اي سي جي بيحدث له اس تي سيجمنت، وقلنا اذا شافوا انه اس تي سيجمنت اليفيتد يسموه برينزيميتال. علشان يتم الحفظ بين انه التايب الستيبل بيكون ديبريست والاس سيتي في حاله الفاريانت بيكون اليفيتد، ممكن نحفظ انه بما انه بيحدث فازو كونستركشن انا احتاج ان انا اعمل توسيع، فهو احتاج ان انا ارفع، فهو بيكون فيها الاس تي سيجمنت اليفيتد لانه بيكون حاله البلود فيزل متضيق. ممكن نقول انه بما ان انا اشتي اوسع ضروري يرتفع، اذا هو بيكون يحدث للاس تي سيجمنت اليفيتد. هذا مجرد للحفظ. ايضا انه بينما هذا بيكون الاثيروسكلروتيك بليد بيتعدى اكثر من النص، فمن الضروري اننا يحدث عمليه ديبريشن قليل
ضروري ان هذا الاثيروسكلروتيك يقل، فبيحدث له في الاس تي سيجمنت ديبريشن. التريتمنت لهذا النوع بيحتاج انه نيتروجليسرين يحدث فازو دايليشن، وايضا يحتاج كالسيوم شانل بلوكر. كالسيوم شانل بلوكر هذا التريتمنت في هذا النوع. اذا لو شفنا انه بيكون يسمى ممكن يحدث اليفيشن للاس تي سيجمنت فسموه برينزيميتال، ولكن هو الاسم الاصل هو يسمى بري ويسمى الفاريان. البلد فيزل بما انه يحدث فازو كونستريكشن فسموه فازو، بيكون حاله البلد فيزل للكورونير ارثري بيكون فازو سباز. البين قلنا انه انترميتنت لان هذا بيكون التدخل اوتونوميك، ايضا بيحدث اترست وبسبسترنا. الاس جي بيكون اس تي اليفيتد، وقلنا ليش اليفيتد عشان نحفظ، لان البلد فيزل بتكون ضيقه وصغيره فناشي ارفع، فبيكون الاس تي سيجمنت اليفيتد. بينما العلاج بيكون النيتروجليسرين والكورونا والكالسيوم تشانل بلوكر.